فاطمة؟ يا أم فاضلو! هون أنا يا أبو فاضلو على باب الحاش! يعطيك العافية! الله يعافيك! شو ليش عم تسعلي كل هالقد؟ بالظهر ما أخذتيش دواء سعلي اليوم؟ صرت أخذي منه مرتين! أبي صرش تأخذي منه مرتين! الحكيم قال لازم تأخذي 3 مرات! لسه ما صار وقت المعلقة الثالثة! هلقتني بعد الغذاء بعطيك المعلقة الثانية. ولي على قيمة هالدواء بينعسني وبيرخيلي مفاصلي وبيخليني نام. صحيح الحكيم قال دواء سعلي بينعس. مالك علي يمين يا ابو فضلو، بدل ما اتحش الحشيشات بتم الخروف صرت اتحش امبليتو. الله عليك يا ام فضلو. شوفي عنا غذا، قومي حطي لنا قام لقمي. عنا كشكي خضرة وحوشت لك شوية بندورة من البستان. نعمي نعمة كريم، روحي الله يرضى عليكي حطينا ياهن على طبق قشويطة وتعي نتغدى هاهن تحت الديل. يعني على عيني وهي قومي. عنا فواكه يا سيدي، اطمن، حلبت البقرات وبعت الحليبات لبيت هولو بيت وهزيت التوتي الكبيرة وحوشت 10 سلال 8 بعتهم لبيت هولو بيت وبقي عندنا سلتين، وحدة وقعت بالساقية. وين وصلت أنا؟ شو كنت عم تقول؟ ها؟ شو كنت عم تقول؟ عم تقولي وقعت بالساقية. مين وقع بالساقية؟ هو هو علينا، سألناك سؤال مختصر بيعرف جوابه وأعمل بصار، ضروري تعملي لي قصة إلها أول ما لآخر. طيب أبو فضل شو كان سؤالك؟ عم قلك شوفي عنا فواكة أي بعد الغذاء. يا سيدي بعد ما رحت أنت بالسلامة مشان ترش مساك بالفول أخذت السلم وطلعت على المشرقة القبلية. شو كنت عم تقول؟ أتم قال قوالك إليها، سألناك سؤال قد رأس الدباوس، عملتي لي إله قصص وسير وتغريبة بني هلال. أكلني يا أبو فضلو شو كان سؤالك؟ كلمتين بس، حوشتي فواكي اليوم؟ ياي نسيت أحكي لك قصة التين. هص هص إيدي بزنارك أتحكيها. طيب يا سيدي اطمن، عنا توت وعنب وخس. شفتي ما احلاك هي؟ كلمتين نظاف احسن من 10 ملهمش غواص. عكل حال تقبرني يا ابو فضلو، روح غسل وشك وايديك على بين ما اجهز لك انا الغدا، رح دق لك البير يا ابو فضلو. ارتاحي انتي بدقوا لحالها. الطشت والابريق بعرض الحوش، بس بدك ياني نديلي. ولك يلا خلصيني، معدتي بلشت تاكل بعضها من الجوع. يلا رايحة. قل لي يا ابو فاضل ان شاء الله عجبك الاكل. هلقتني خليكي ساكتة ولا طلع ليش خلقي. ليش بقى؟ إنه حد إني بيطبخ كشكي يابسة وكشكي خضرة والظهر هندي بس نحن بتلهنبي. شو بدنا نعمل؟ هولو بيك ما بيبعتناش لحمة، نحن بندبح له الخواريف هو بيستكتر علينا ولو قي الدهني، حتى الكرشي والكوارع بيستكترون علينا. طيب انت اعملي فول مقلة، الفول واجد بكثرة بالبستان وفولو بيت وهولو بيت مفضل علينا. بشر فضلوا عراسه وخيره لبرا، يعني ما نمد ايدنا على مساك بالفول ليعملنا طارني الى اول ما لاخر. اصلا انت اللي عم تخليه يستوطي حياتك. اني؟ طبعا لانك بتسايره، هو بيشوفك هيك بيركب وبيطوطح برجلي. ستي الله يسامحه، على كل حال إلا ما يجي ياهم وينصفنا رب العالمين من ظلمه. بعد اسمه هالرب دايما صحتاي. هلقتني أنا رايح لجنب الدك كمل حراثي،
إذا إجا هولو بايك أو أبو دعاه سألوا عني قولوا لي مش هوناني ها؟ برجع المغربيات يعني. أخذ لك العشاء لهونيك ولا بترجع تتعشى ها؟ لا برجع بتعشى هون بنحوش. ليك مدعاس اجت من راس الطروق عم تتفركش تتسلي فيها تاخذ بطاعته على بين ما ارجعاني. شو شايفني فاضية اشغال انا؟ بدي عشي باللوبي وبعدين بدي اعملي كل شي بدك اياه على سكيتي اتصرعي ليش مخي؟ يعطيك العافية. الله يعافيك. اي عن وين رايح يا ابو فضله؟ انت ما تشتغل بعد الظهر، شو الظاهر ما بدك تنام؟ لا أبديش نام، شغلي لفوق راسي. مفضلو؟ نعم. انا رح اخذ الثور تيمور لانك ابو لطعة بيضة، بدي كمل احراثي علي. اترك لي ابو شبه مشرومي، يلا روح. يلا بخاطرك. الله معك. الله معك. الله معك. الله يعطيك العافية يا مفضلو. اهلين ام دعاس، شو ما عم نشوفك بزيارة يا خيتي؟ اخيتي قالوا لنا كلاب، ليش ما بتغنوا موالات وانتوا راكبين؟ قالوا دوبنا نلحق نلهث. بدي اسألك سؤال، شلون فتي على البستين؟ شو نطيتي من فوق الدك؟ انفضلوا انا خرجي نط من فوق الدك، لقيت الباب مفتوح فتت. ليش باب البستين مفتوح؟ ايه الظاهر بسلامته هولو بيك هو اللي فاتحه لانه هو بالبستين. هيك لكين خوش هي عادته، بفوت وبيطلع البستين بدون ما حدا يحس عليه. ها ليكي وينو؟ من هو؟ هولو بيك. يخرب بيت قلبه، بفوت على الهسي وبيطلع على اللسي. يا خيتي بده يتفتل برزقه المحورق، لو نحن منشعل له هدول اصابيعنا كلها شمع، بيقول عنا مقصرين حقه. كلياتهم هيك نفس الطينه ونفس العجينه، انهالك تهلكن اعطى بيكم ورجينا نجوم الظهر. صارنا بهالبستين 20 سنة عم نفلح ونزرع ونعشب ونعزق، ما في ضماني، ما في ضماني خيتي لإلنا ولا لأولادنا، ما في مستقبل. أبو فضل يا أبو فضل، صارت الساعة 5 ولهلق ما رجع أبو فضل، غرق قلبي عليه. مالك شايفتي؟ وراح لآخر البستين والشجر ما عم يخلينيش أشوفه. ستي هلق بيرجع، خليني أتيسر على حوشنا قبل ما تلين. روحي الله معك يا مدعاس، سلمي لي أبو دعاس. الله يسلمك أبو فضل. خبرني شو في؟ بي بالبستين البرينة مسكر مليح؟ ما بعرف، هولو بيك كان عم يتفتل بالبستين. هولو بيك كان هون؟ ايه. حكيتي معه؟ ما حكيت شي، يتفتل على كيفه وفل. ومرماش السلام؟ مرماشي مراقبته. المهم يا مفضلو إلك عندي مفاجأة، مفاجأة كبيرة كثير أبتحلميش فيها، لا أنتي ولا أنا ولا هولو بيك ولا حتى العفاريت الزرق. يعني هالمفاجأة بهالكيس الخال؟ اي معلوم. افتح ابو فضله، لطفت لي قلبي. احزري شوفي. يعني انت عم تحفر لقيت كماية؟ لا. حور صنين؟ لا. عكوب الجبل؟ لا. شو بده يكون يعني لقيت كنز؟ اي يسلم هثمك، لقيت كنز، كنز حقيقة، ذهب ذهب حقيقة، كنز شوفي.
ولي يا دلني جرة مليانة ذهب، مش معقول دخيل اسمه الرب. خيب يا مليانة ذهب. مش مصدقة عيوني يا ابو فضل، مش معقول جرة مليانة ذهب. لك ايه دخيل اسمه الرب. بلا ما تسألي هلقتني على نصطي. كيلي يا ابو فضل كيف لقيت الذهبات؟ شفتي لما اخذت الثور تيمور لانك ابو لطعة بيضة ورحت فيه؟ ايه ظليت ساحب فيه لحتى وصلت عدك مطرح ما بدي كمل حرايتي، ويا ذوب بلشت احروث ما اسمع لك الا وسكت المحراف علقت بها الارض، ولا عادت تروح لا لورا ولا لقدام لا يمين ولا شمال، اتعوذت من الشيطان اني وقلت المنحوس منحوس ولو علقه بين عيونه فنوس، وصرت اضرب تيمور لانك حتى يتحرك لتتعبيش، ما فيش فايده مديت ايدي لاشوف بايش السكي معلقه، ما شف لك الا حلقه هالثخن ثخنها مصديه والسكي علقاني فيها، مسكت طرف الحلقه وبلشت اسحب ما فيش فايده، جبت تيمور لانك آغا وربطته بالحلقة ونخسته نفخ نفخ نفخة محترمة وراح شادد لقدام بك العزمه، وإز يا أم فضلو البليطة البليطة بتمشي وراه وبتنقبع من مطرح قبع. وبعدين طلعت هاي ما شف لك اللي خيب يا الله مولاها تحت التراب مدفونة، بلشت احفر بايدي ورجلي حتى شفتها شوفي، وربك حميد يلي ما اجاها ولو بيك نيحة. يا لطيف على الحظ ما احلاه، دخيل اسمك يا ربي ما بتنساش حدا انت. بس وينك اوعيك اوعيك تجيبي سيري لحدنها ولا كلمة ولا حرف. اعوذ بالله اني ما بعملهاش بنوم. أوعيك فهمتي شو عم قليك؟ ما أحلاني وعملته، لا شو صار؟ لقينا شيء؟ شفنا شيء؟ نحن بمطرحنا لا رحنا ولا انطرحنا. أيوة هيك بدي إياك من تمسيكي. بس مالي مصدقة عيوني يا أبو فضلو، شو بتجي قيمة هالذهبات؟ يعني نحن منحسن نشتري فيهم التوار وبقر؟ يخرب ديارك يخرب ديارك شو غشيمي، هذول بيشتروا بقر وثوار وهولو بيك ومختار بيك وعطى بيك وأطيانهن وحواشهن ودككينهن. صحيح يا دلي شي صفرني فعلا ام فضلو ابي يلبق لهاش الفرح. عاي 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 حتى نكمل حتىو وين وصلت 18889 على نصطي خربطيني أبديش عد. يا ريت ضلينا فقرة، شو بدنا كان بوجع هالقلب. هجيب الفرشة. جيبيها هاتي خذ يا مفضل هاتي لشوف. يلا فوت النام مليح هيك. صباح الخير يا أم فضلو. صباح الخير. خير؟ شايفتك مو على بعضك اليوم. وينك؟ يلي بأول وشرط بآخر سلامي، مهما استنزلتيني مش رح قول شي، بقى تيسري على شغلك وما تحش لحالك بشغلي مالك فيا. فضائل قل هو الله واحد عليكي، شو قلنا لك حتى تقابلينا هالمقابلة؟ مثل ما عم قلك عندك كلمة حكية وامشي، ما عندك تيسري وأرجيني عرضك تاف. ما كنت هيك امبارح يا ام فضلو؟ ايه هيك انا هلق. طيب ليش حاملة عصاية تخينة بايدك مثل اللي عم بيحرس غرض وخايف عليه؟ ايه معلوم شلون ما بدي خايف عليه لكان؟ ليش عن شو عم تحكي انت؟ ام دعس الله يخليكي كفي بليكي عني. طيب تسمحي لي اقعد؟ بس ما تطولي. طيب انت ليش قاعدة برا؟
ليش ما منفوت منقعد جوا؟ نسمت على بكرة بردي. اوعك ها لحد دون وبس. ليش شوفي؟ بلا أسئلة ما لطعمة؟ خير يا أم فضله، ليكون عاملة شي لسمح الله أو مخبية شي جوات المخدع. مش رح رد عليك. طيب وينه أبو فضله؟ وصل مشوار. لا حول ولا قوة إلا بالله. لخيتي شبكي عيونك نظراته مو طبيعية. ما في شي، السعلة نازلة على عيوني. على شو خايفة يا خيتي ها؟ حكيلي يا أم فضله حكيلي، أنا وياكي مثل إخوات وأعز. أكيد يا حبيبتي أكيد. بتحبيني؟ الروح بترخص لك. تتمنيني الخير؟ مثل ما بتمنى لنفسي. عندك للسر مطرح؟ ولو قولي مطارح، أنا أم دعاسي عايشة. امبارح يا ستي أبو فضله رايح ورجع وجيب لي معه خابية الذهب، بيشتروا عطبايك وهولو بايك والضيعة كلها، بس امدعاس ما تجيب يصيري لحدا، بيخانقني أبو فضله. لا معقول أنا أقول لحدا؟ ولو مش معقول أقول لحدا. ومن امتى هالحكي يا ام دعاس؟ اليوم اليوم انا شفت ام فضله وحكت لي، يعني من شي ساعه ونص. وانت شفتي الذهبات بعينك؟ ايه انا شفتن. ولا ليش الكذب؟ انا ما شفتن. العمى، خابية الذهب موجوده بارضي انا وما يعلم. ايه وقال الذهبات اللي لاقوهن بيشتروك وبيشتروا 10 بكوات مثل حكايتك. أبو فضله هيك قال؟ لا أبو فضله أنا ما شفته، أم فضله. أيوة. طيب يا أم دعاس ماشي الحال، روحي تهوني لشغلك أنت، وأنا وقت استلم الذهبات في إلك هدية بقرة منها إلها بحالها هدية إلي. اعملهم بقرة وتور هولو بيك. لا لا تطمعي يا ام دعاس لا تطمعي، بقرة بتكفي وبنقي لك ياها حبلي كمان. يرحم تراب جدودك على هالتخلفة. بس إذا كنتي عم تكذبي يا ام دعاس إن شاء الله انفرم فرم وانشوى شوي وتقطع تقطيع إذا كنت عم بقول غير الحق. طيب تهون تفضل. حاضر. شايف ام فضله ام فضله ام فضله ام فضله ام فضله ام فضله ام هون انا يا ابو فضله ما نقشعني قاعده هاون. انت هاون ظنيتك مش هاون. طمنينا يا حد نسأل عني بغيابه؟ لا ابدا ما حدا، نحن لساتنا مطرحنا لا رحنا ولا انطرحنا. عظيم حكايتي، ما حد زيرك؟ ابدا ولا حدا. تعدمني اذا حكيت كلمه واحده. انت قل لي رحت على السوق وسعرت قيمه الذير الذهب؟ اي نزلت، واذا بدك تعرفي قيمتها بده يسحق لعقلك راس ماي. قول بشر ما بيسحقش. يا ستي نحن معنا ما قيمته 10 ملايين ليرة. انفضلوا يا انفضلوا. شو بيك شو بيك؟ حولوا بيك بالبستان، البسي ثيابي فضل الله يرضى عليك. مسكية مسكية هيك.
انت هلا اقتنعي بتروحي لعندها مع شاش وبتتركيني لحالي مع هول وبيك. خليني معك هون. ابسترجيش خليكي معي. انت الفرح ببان بوشك وما فيش بالعيني الفرح يبان بوشك بتفضحينا بعدين يا ام فضلو. منيح هايك؟ منيح مش مبينين. العافية يا ابو فضلو. يا هلا يا هولو بيك. يا هلا يا سيدي. يا ميت مرحب. شلون الشغل؟ شو سويت بيوم؟ حشيت مسكبت الفصة وبقي علي قطف الفليفلي والبقدونس والقرة. غيره؟ حشيت من على كتف النهر 50 جرسة نعناع. وغيره؟ حشيت الطرخونات ولقوطت 177 ضفدعة حبر. وغيره؟ حشيت من على حشك ضريبي شنيعك. شو قصة الحفرة هنيك اللي ناح الدك الشمالي؟ اينو دك؟ الدك الشمالي هنيك ناح نصبات المشموش. شو بودك سيدي؟ في قدامه جورة غميقة كتير. ليش؟ من الاحراثي. من الاحراثي يا سيدي. اني مبارحة قلبت فوقاني تحتاني حتى تتروحني شوي وتاخد نفس. وليش كل هالقد غميقة؟ حتى الحب يربوس بالأرض وما تجرفوش المي. شوف أبو فضلو لف ودوران ما بدي. أعوذ بالله. ليش لحتى لف ودور؟ خيرك علينا وعطفك علينا مشهور يا هولو باي. أبو فضلو هالحركات ما بحبها. احكي بصراحة. خير؟ في شيء مو عاجبكين يا هولو بايك لا سمح الله؟ أنا دريت إنك لقيت كنز ذهب مطرح ما كنت عم تحفر. شو عم تقول يا هولو بايك؟ كنز ذهب؟ الله يسمعنا الأخبار الطيبة. اغنينا اغنينا لولد ولدنا وما حسناش. لا تجذبها. الأرض أرضي وكل شي فيها إلي ملكي أنا. الذهبات وينهن؟ وين الذهبات؟ سيدي هولو بيك أتقلش العيار معي بالمزح. أبعرف يمزح بستحي. حيا الأملة براس الأقرع. لك عم أقول لك ناس شافوك عم تنقل الخابية بعينهن. بقى يا بتعطيني إياها بالذين آمنوا وبتاخد إكرامية محرزة يا أما بعمل لك مشكلة إلى أول ما إلى آخرة. إيه شو هالصرعة هايدي؟ ما كنتش أفهم. بالله عم تحكوا جد هولو باي؟ طبعا جد. لك هل عم بمزح؟ طيب شو الإثبات؟ جيبوا يلي شافنا حتى اقلع عينه قدامك. لك اللي شافك ضميرك. ضميرك ما عندك ضمير؟ حكم ضميرك يا هولو بايك. ضميري ما عندوش خبر بكل هالرواية. لك شلون ما عندك خبر؟ ها مرتك قايلة هالكلام لمرت المرابع. اينو مرابع؟ لك مرت المرابع عطها بيت مدعاس. غريب مرتي قايلي هالحكي لأبو دعاس. لك مو لأبو دعاس لمرته لأبدعاس يعني. غريب مرتي قايلي هالحكي لأبو دعاس. يا باولو هايك يا هولو بعيك. وين مرتك؟ وين مرتك ها؟ المسكينة راحت على ضيعة أهلها. يفضح حريشك يا أم فضلو. شو بتقطعي وبتلعشي؟ لك شبك شبك. ليش عم تتكركر ها؟ عم بتكركر على مرتي. ليش شبه مرتك كمان؟ من أمتين أنت ما شوفتها هولو باي؟ من زمان. ليش؟ الله يعافيها ويشفيها بجاه العبايب. وليش شو صاير عليها؟ ما بعرف شو هالبلية يلي نزلت علي فيها. صار لأكثر من سنة وعقل عم ياخذ ويعطي. بتحكي شي كان وشي مكان وبتتخيل تخيلات وبتحكي لك قصص ملهاش أي أساس يا هولو باي. من أين تصاير الشي معها؟ ليكون بعد ما لقيته الكنز.
واحد ربك يا هولو بايك، واحد ربك. اي نو كنز واي نو منز، نحن جماعة درويش عايشين من خيرك وعطفك علينا. ليش ما قلت لي قبل هلا؟ يعني ما حبيتش ازعجكي. طيب وين هلا ام فضلو؟ خليها لبكره يا هولو بايك، مش مشان شيء بس مشان لحق جيبها من ضيعة اهلها. بسيطة، بكره منشوف. بدي طالع هالكنز من عيونك وعيون عامف. لك العمى بقلبك شو انك منخو؟ انا ما قلت لك لا تقولي لحد؟ غصب عني ابو فضلو ومدعس مثل الحربي. والعمل هلا هولو بيك مش قليل، صحيح جايني هلق عالناعم بس بعدين بيمسع رقبتي مصع. ما فيني ضب لساني يا ابو فضل، شو بدي سوي؟ يعني لو ربطت لساني بخيط مصيص وعلقت بطوبة الباب الا ما يقطع الخيط ويحكي بعرفه. اوه شلون بدنا نطلع من هالورطة؟ هولو بيك بده يشوفك وبخاف يعذبك ويضربك تقومي تحكي. اوعك يا ابو فضل كف واحد منه بكره كل شيء. لكن قومي هلقتني يا ام فضل ونومي مشان بكره الصبح نروح الشام. بكره بكره؟ اي بكره بكره. ليش بقى؟ هاي بدي اشتري لك كم غرض يليقوا بالمقام. صحيح يا ابو فضل؟ اي طبعا. الا بس اني مريضه يا ابو فضل عم بسعو. كم معلقة عم تأخذي من دواء السعلي؟ كل مرة معلقة. عمليهن معلقتين بالطيب قوام. يقبرك هالدواء، كل ما خذ منه بينعسني وبينومني قوام. قومي نامي هلقتني، قومي نامي. مش جاي عبالي، بدي أسهر معك. وقرد ينتعك نتع يا أم فضل. وقف وقف يا حبيبي، بدي اسمي دواء السعلي لمرتي. شو يا ام فضلو؟ ان شاء الله عجبوك هاي الاغراض؟ يسلموا ايديك يا ابو فضلو، بجننوا بيطيروا ضباليط العقل. الله يسلمك ويخلي لي اياك. خذي يا ام فضلو دواء السعلي، بخاف تسعري على الطريق. وين المعلقه؟ ابدهاش معلقه، غبه. اي منها غبه، بدي كب القنينه. يعني بدل ما تطيبي بجمعه بتطيبي بيوم واحد. غبه اي غبه اي كمان. صحة وهنا نشوة وكب ملاني حشوة يا الله. وين رايح؟ بدك تقعد جنب شوفير تتركني لوحدي؟ لا يا عم فضلو مش عايب، بس نازل شارطو، نسيت شارطو على المصيرة. طيب شارطو منيح، ما تخليهوش يستغف لك. لا يعطيك العافية. الله عافيك. أهلين. الاسم الكراية؟ أبو سطام مخباطة. والنعم منك يا أخ مخباطة. شوف يا أبو سطام، بدي منك هالخدمة وقد ما بدك بعطيك. يلي بدك يا بيصير، بس بدي أسألك. إي ليش مرتك ما عم تقدر ترفع راسها؟ مريضة لا سمح الله. لا مش مريضة لا سمح الله، بس هي تعبانة كثير. أخذي دواء سعلي كثير. ايه هذا دواء السعلي بلي بالعفاريت. ايه ومرتاي بالجملة. شوف يا ابو سطام، شايف هذا الفرد يلي بيدي؟ ما تخافش ما تخافش، هذا فرد بلاستيك للولاد الصغار، مزح بمزح يعني. الله يرضى عليك، بدي منك تسيرني بكل كلمة بقولها. شو ما طلبت منك بتسيرني؟ يعني بقول لك تحاش راسك بكيس ورق تدحشو؟ بقول لك مسك هالفرد وهددنا فيه، باش تهددنا؟ بلدعك طياره. اتحكيش بفلوسي، بعطيك فلوس. بقول لك دلوق علينا تنكه مي بتدلقها، ما تخافش بفلوسي، بعطيك فلوس. بعدين وينك؟ ماشي ماشي عظيم، اتفقنا. لك هات الفرد لانه وكتب.
انفضلوا انفضلوا انفضلوا. وين كنت لحد هلق؟ غلي قلبي عليك. اسكتي يا انفضلوا اسكتي. بتعرفي شو شفت؟ انا واقف مع الشوفاير. شو شفت؟ التلت تيوس طايره بالسماء. عم قل لك انفلجنا انا والشوفاير. انفلجنا، بالله ما شفتيه؟ ما شفت شي، بس حسيت شي طير بالسماء، فكرت انه وطويت. وطويت له يا انفضلوا. قال وطويت، قال اشربي لقل لك من هالقنين اشربي حتى تروح الساعة لنهائيا. بكفي ابو فضلو، مشان خاطري بدي كب القنيني. تركني هلق بدي نام. معليش معليش، نامي وانتي مرتاحة. غبي نشو كوبي مليانة حشو. مر يا ابو فضلو مر. الدواء لازم يكون مر حتى يكون الشفاء العاجل. فساتين اشتريتوهن اوام؟ انفضلوا انفضلوا بترجاك خليك فايقة. اشتلقى يا راح اهجم عليك. ولا هولو بعيك، هات الفرد من يدك وخليك لأكل عيشك. فهمت ولا ما فهمت؟ ولا هولو بعيك. امرك يا انفضلوا، امرك امرك، ما بقيت عيدة. انا قدام مرجلك لا تفاشوش. يلا من هاون يلا من هاون. امرك امشي يلا لو اردت كسيونك. يلا امشي يلا امشي. شايفة يا فضلو شايفة؟ شايفة شو عمل فينا هولو بايك؟ بس فوريس وشو لئيم. يا سيدي يعنى بس بخاف تحكي كلمة هايك ولا هايك. حاكي من الجنون فنون. لا تحكي أشكال وألوان، روح نديلة بدي شوفها. يلا وينك يا فتلو؟ طيب 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 يا سيدي، أنا نديلة. انفضلوا انفضلوا يا عيون انفضلوا. هذا ما تخافيش ما تخافيش، هذا هولو بيك معلمنا. لا تخاف، المسكينة بتخاف من خيالها. شلونك يا أم فضلو؟ شوف بتعينك، زمان ما شفناكي. لسه مبارح شفتك. قال زمان ما شفناكي. قال أنا مبارح شفتك؟ ايه، والعلامة ديحش راسك بكيس ورق وسحبت الفرد علي بدك تقوصني وتسرق لي تيابي. أعوذ بالله.
انا بدي اوصك بالفرد. ايه معلوم، بس الله كبير، راح جوزي سيلخك طيارة عن قرتك مثل فريق الوالدين وخلصك الفرد ودحش وبعبه. طولوا بالكن يا هولو بايك، طولوا بالكن، يعني اسمعوا وكبوا بالبحر. انا حامل فرد وبدي اوصك يا ام فضله. معلوم، لما كنت عم تسوق بالسوزوكي وما حدا قدك. انا كنت سايق سوزوكي؟ امتى؟ شو امتى؟ امبارحة لما طيروا تيوس بالسما. تيوس؟ ايه معلوم، التيوس الحلابي. لا ما هي مجنونة رسمي، ليش التيوس بتطير يا ام فضله؟ ما انت كنت حاضر وشفت بعيونك. طيب امتى هالشي صار؟ قبل الطوفان. طوفان؟ لما شتت الدنيا وغرقت البساتين. لا انت مجنونه رسمي، انت المجنون وستين مجنون، فهمت ولا ما فهمت؟ لا يا عم فضلو، عيب مش عيب، عيب اللي بيعمل العيب. قال دحش لي راسه بكيس ورق طالع لي مثل ابو برايس. نعم لا فوتي رجوع يا عم فضلو. بديش فوتي، فوتي رجوع يا عم فضلو، فوتي. شو هال؟ لا هي مرتك مجنونه رسمي، مو لازم تضل هون نهائيا، خطره كثير هي، لازم تلاقي لها تصريفه. فهمت 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 سيدي فهمت. بس شو بدي ساوي؟ نصيبي بدي اكله. احزمهم. عم بحزمهم مليح. نسينا شي عم فضلو؟ مش نسياني شي، كله انضب. بس قل يا ابو فضلو، وين بدنا نروح بهالليالي؟ بدنا نروح على بلاد افيهاش فيضانات بالصيف، وافيهاش تيوس بالطير، وافيهاش هاولو بي كمان. صباح الخير يا مو. يا صباح الخيرات والليرات، تقبرني شلون شايف حالك اليوم؟ أحسن أحسن من امبارح، راسي صحيان. يومية الحمد لله وألف الحمد لله، إيه ما قاعدة ما الطول يا حق. شو بدك تطعميني اليوم مي؟ تقبر طولي وتطلع بجنازتي يا بعد عمري. ليش مي؟ يظهر مو حاسس على حالك اليوم. خير شو عملت؟ هي أول مرة نفسك بتطلب فيها الأكل، رح أرقع لك زلغوطة. هلا أمي، اليوم فايق جوعان ومعدتي عم بتولوي. ما عاش الجوع تقبر طولي، معناتها معدتك طابت ما في كلام. يمكن طابت. يزيك الخير يا دكتورة حنان، يعني قد ما دعيت لك ما بوفيكي حقك أنا. فعلا أمي، دكتورة حنان فضلي على رأسنا. اضرب عليك يا برو، صار لك أكثر من 20 يوم عايش على البطاطا المشوية والفاصولية المسلوقة.
يا على قام تشوف وشك قلب عرض اصبعتين. يا بس الحق علي انا خليت مرضي طويل. ايه معلوم اكلت 12 تحميلة مو تحميلة ولا تنتين. شوف لسانك شلون بيض وطيلة طيلة صيح. بس الحق عليك امي قلت لك هدول ما بتاكلوا اكل لانه مو قبر. قلت لي هيك قال الدكتورة وصرت تعصري لي عليه الليمون حامض قال حتى تنفتح نفسي. بس بيني وبينها طيبين مو طيبين؟ طيبين طيبين كتير. بس ما استفدت عليهم ما عدت صارت مغصني. المهم هلأ راح اللي راح ومنيح اللي راجعنا الدكتورة حنان. بدي غسل وشي على عيني تقبرني. ها حاجة امي حاجة. شو راح طعميني اليوم؟ اكله بتاكل اصابيعك وراها. شو هي؟ سلطة شوندر بالطحينة. لك اسمها ما تطلب صونة بل بالطاجونة. هلا شو بدك بكسمة الضرب على الطعمة؟ ماشي الله يعطيك العافية. كل كسرة خبز لبين ما ساوي لك انا الشاي. بواتيني الشاي؟ طالما طبت بواتي. فعلا حاسس حالي مطلع حصان اليوم. رح تروحي على الشغل اليوم امي؟ معلوم صار لي اكثر من جمعه مبطله. خلص الاستيداع تبعي. خاف المصلين يستفقدوني. على باب انه جامع بتداومي امي؟ على باب جامع بدر جامع العثمان جامع العجة. هدول جماعة أغنية كتير وياما فاقسين بكف المية ورا الخمسمية. بيكون ومعون فراطة بيستحوا بيتركوا لك الباقي. لا في ناس بيقولوا لي رجعينا الكمالة. في ناس بيعطوني سلفة 3 أشهر لقدام. بس المشكلة انت هلأ طبط ما بقى فيني اشهد عليك. شو يعني؟ ارتاح بالفرشة؟ أعوذ بالله فضايل قل والله أحد حول عافيتك. وشو عرفهم اني طفل؟ ليش عم بروح معك انا؟ انا ما بقدر اكذب وقول لهم ابني مريض وفاول عليه. صحيح حق بايدك. وانت شو راح تساوي اليوم؟ ما بعرف فكري ايش حد بسوق الحميديه. لا لا تغلط شارع الحمراء اجسام. لا امي الاغنياء كل ما غنيوا بيبخلوا بيتكحتنوا الدراويش كرمة اكثر. هي الحق معك فيها وسؤال مجرد. يعني لما كنت اشحد على موقف الكباس كنت ارجع لي بمئة ليرة بالنهار ولما منعتني النقابة من الشحادة بديك القرنة وصرت اشحد بأبو رماني حطت يوميتي للخمسة 25 ليرة بفرض الضبطة. امي ليش ما بتجربي تكسري اجري او تفجي راسي ما بتجمعي غلي اكتر؟ لا انا ما بحب الكذب انا بحب اكل لقمتي بشرف. طيب شو رايك اعمل حالي بكرسة على كراجة خشب وانتي بتدفشيني؟ اوعها اذا بتعمل هالشي بغضب عليك ليوم القيامة. فهمت؟ نحنا صحيح جماعة الله خلقنا فقرة وفاشلين وما في بايدينا صنعة بس نحنا جماعة ما لنا شراشحة. فهمت؟ ما لنا ونطجية نحنا جماعة كابر بنفهم بالاصول. اصبح شو بدي ساوي؟ لح اقلك شو بتساوي. بتحمل بإيدك خرقة وسخة بتوقف على إشارات المرور ما بتلاقي إلا الناس خافوا على سياراتهم منك ومن خرقتك وعطوك مصاري قبل ما توثق لهم البلغ. والشغلة نظيفة أمي؟ طبعا أنت عم تمسح بلور وشغلتك ما فيها جنس الكذب بنوب وأمك أكابر بتفهم بالأصول مو جاية من ورا البقر. أنا الله يخلي لي إياكي فوق راسي يا أمي يعني بلاكي ما بعرف شو ممكن تساوي. معلوم أنا أمك ومربيتك كل شبر بندر. أبوك الله يرحمه كان يعمل حاله أعرج ويشحد بس نحنا مو بالوارد بنوب. فهمت؟ إيه بس أبي كان عم بيقول لجدي. جدك الله يرحمه كان أعرج عن حقه بقى خلينا شرفة حتى تكتر رزقتنا وما في أحلى من اللي بيعرف شو اللي إله وشو اللي عليه.
طيب في لزوم راجع الدكتور انا؟ ما عم تقول انك طبت؟ بلا. وبيني وبينك اذا كنا بدنا نراجعها منراجعها مشان نتشكرها، هذا واجب علينا نحن. فعلا امي المخلوقه ما رضيت تاخذ منا ولا فرنك. عملت باصلها الله يذكرها بالخير وين ما حلت وين ما نزلت. هالبني ادميه بتعرف بالاصول لطيفه كثير، واذا انت بدك تتشكرها بتروح تتشكرها بنفسك بتاخذ لها هديه مثل منيها. هديه؟ قلت شو يعني؟ والله يا برو محتاره. نحن درويش وعلى قد حالنا، شو بدنا نهديها ما بعرف. شو رايك ناخذ لها ازازه كولونيا؟ ازازه كولونيا؟ منين بدنا نجيب حق انت الثاني ازازه الكولونيا؟ شو بدنا ناخذ لها لك؟ صدقني ما بعرف. شو رايك ناخذ لها شي غرض من اغراض البيت؟ اشي بدنا نعطيها من اغراض البيت يعني؟ مخدم كتكتي ولا ببور كاس بشعير؟ لقيت امي ولا شو؟ شو رايك ناخد لها النسناس؟ عمرك اطول من عمري، صار لي ساعة مفكر بهالنسناس بس صعبان علي فراقه. امي النسناس هدية محرزة. ايه معلوم، صار له مربع عنا أكثر من 5 سنين وبيعز علي كثير. ليش الدكتورة ما بتعز عليكي؟ بلا وربي يشهد. وأنا ما بعز عليكي؟ تقبر قلبي إن شاء الله، لك أفداك النسانيس والعفاريت كلها. أصبح رح أخذ للنسناس وامشي أنا. لو إني أنا عم بشتغل عليه بهالفترة، بس معلش بدبر حالي بشتغل عليك أنت. بس ما في فكة، لازم نهديها النسناس، هذا أغلى قطعة ببيتنا. يا شو هالحكي. الدكتورة حنان تستاهل. ايه معلوم دكتورة العيلة. ونحن وانا وياك بنتداوى عندها ببلاش. تسلم لقلبي يا دكتورة حنان، حتى حق الدواء بتاخده مننا. وصدقني يا برو لو عندي انا نسناسين لهدية يا هون عرضها قلب طيبة خاطي. النسناس غالي امي، بتعرفي قديش صار حقه على ارتفاع الدولار؟ ايه ما بعرف قديش كان لحتى اعرف قديش صار. قولوا لها الشحات جارنا الباكستاني الله يرحمه وقت توفى ما وصلنا بهالنسناس، ما كنا قدرنا نحصل على القفص تبعه. يلا رح فوت البس انا لبين انت ما تودعي النسناس. رح اودعه وانت لبين ما بدك اوعيك. يلا روح. يلا. سبحان ربي يا نسناس، رح تسكن بالفيلا ونحن ما معنا حق طربوش نحطه على الراس. بس انت بتستاهل بتستاهل، لانك يا ما سليتنا ويا ما ضحكتنا ويا ما لعبتنا ويا ما ويا ما. خد نفس نفس كمان مرة. إن شاء الله خير. تفضل. جبت التحاليل معك؟ نعم دكتورة. يا ريت تعطيني إياها. تفضل. على ضوء التحليل يا سيد بشير أنت معك أميبيا. شو هي؟ جرثومة بالمعدة. بقى حالتك بدها حمية مزبوط، يعني بدك تداري معدتك تمام. فاصوليا خضرة مسلوقة، جزر مسلوق، بطاطا مسلوقة، لبنة ما في مانع، وقوعة من اللبن. ها وبتاخد هالدواء. موجود منه بالسوق يا ترى؟ رح أعطيك علبة من عندي مبدئيا، بس لازم تاخد علبتين. الله يخليك يا دكتورة حنان ولا يحرمنا من لفتك. أهلا وسهلا. سلم على المدام. شو طلعت معنا؟ الدعاء بس، ما بدنا شيء. بس ما بصير هيك. ولو اهلا وسهلا. يسلموا ايديك ويخليك لهالدرويش. يا اهلين، الله معك. خاطرك. مع السلامة. تفضل. العافية دكتورة. اهلا اهلا ابراهيم. طمني شلون صرت؟ ف
فضل الله وفضلك صرت ميل على ضحية وده. معلوم، لأنه المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء. مالك علي يمين يا دكتورة، اليوم أكلت مثل الحالوش. لا كمان هيك ما بيصير، أنت هلأ بفترة نقاهة، يعني لازم تداري معدتك. أكلت شواندر وطعينة، في شي دكتورة؟ كل شي بالاعتدال ما بيضر، بس لا تكتر من أكل الطحينة لأنه فيها زيت سمسم، والسمسم هضمه صعب. بكير عليك لسه. أمرك دكتورة. لساتك عم تبلع التحاميل وتاكله؟ لا تخجليني دكتورة، يضرب الغشيم وساعته. على كل هي أنا بين إيديك صاغ سليم. عظيم، في شي تاني؟ بالعكس دكتورة حنان، ما بدنا إلا سلامتي، والوالدة بعتتني حتى أتشكرك وما بتنسى معروفك طول عمرك. ولو، أنا عم قوم بواجبي يا إبراهيم. على فكرة أنا جايب لك هدية الوالدة بعتتها معي، بترجاكي لا ترديني خيي. هدية؟ ولا شو الهدية؟ لا رح أزعل منك تمام يا إبراهيم. بترجاكي دكتورة لا تخجليني ولا ترفضي الهدية. صحيح هديتنا مؤد المقام بس حلوة، يعني إذا حطيتيها على باب الفيلا تبعك بضاحية الديماس تطلع فرجي. تفضلي دكتورة. أعوذ بالله، شو هاد؟ فارة كبيرة، لشو هالفارة هاي؟ مو فارة سلامة عرفك دكتورة، هاد نسناس. نسناس؟ هيمو من خلت يعمل الماء والولاء. ما بيخوف دكتورة، ما بيخوف، شوفي ها لعبوا حلو كتير، لعبوا حلو. بلو 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 يا تبيا يا تبيا يا تبيا يا تبيا. ونس كتير ونس كتير ونس. أنا بخاف من القطة، كيف من بيت الحيوانات. هيمو من الطاولة، هيمو من الطاولة عملنا. ولا يهمك دكتورة، هي شلته بعده لبعيد كتير. لا تخافي دكتورة، لا تخافي، حامل لك يا بإيدي. عامل لك بعده لآخر الأوضة. تكرمي دكتورة. ها وهي بعده دكتورة، هالنسناس غالي علينا كتير وما في أخو بالبلد، بعدين الهدية رمز المحبة. ما اختلفنا على راسي انت والمحبة. دكتورة صدقيني امي بتعزه مثل ما بتعزني فرد شكل، وبتنيمه فوق راسها كمان. لا تأخذني يا ابراهيم، بس مالي معودة على هيك مناظر. ليش نحن معودين عليه دكتورة؟ نحن ارتعبنا منه بالاول، بس معنا صاروا افراد العيلة. يعني امي قالت لي لو اني عم بودر ولد من ولادي مو هيك، وصارت تبكي. شكرا لك ولأمك يا إبراهيم، بس وين بدي حطه هاد؟ هلأ جنابك ما عندك فيلا الله يتم عليكي. بلا، يعني ما بعرف شلون رب العالمين طعمك فيلا مع أنه نص المرضى يلي بتداوي هون ببلاش. الله كريم. شوف إبراهيم، نحن ببلادنا مو معودين على اقتناء الحيوانات، ما منحب لا الكلاب ولا الدباب ولا حتى النسانيس، ما منحب إلا القطط، وأنا من جهتي حتى القطة بخاف منها. دكتورة لا تخجليني، يعني يا ريت عندي شي تاني أقدم لك إياه، بس ما عندي شو بدي ساوي. قال ورجي عذرك ولا تورجي بخلاك. فيك البركة يا إبراهيم، بس وحضرتك كل ما برضنا ما بتاخدي منا أجرة، إيه مالك مجبورة فينا أنت؟ إبراهيم أنا بكرة بتتعودي عليه، صدقيني بكرة ما بتعودي تستغني عنه، لعبه حلو كتير وحركاته بتضحك الأربلة ومطلقة. بس منظره بكشش البدن. بالعكس، شوفي تقطيع وشه شو مسمسمه، سبحان الذي خلقه. بيعض؟ انت لا تجاكري، ضروري تجاكري. وشو بيساوي اذا جاكرته؟ بيدوش وبيصرخ، بس طالما محبوس بالقفص ما في منه خوف. بعدين صدقيني دكتوره يعني عدم المؤاخذه حقه شي 7000 ليره. تشكر يا ابراهيم. واجبنا ولو، بدنا هدية تحرز، تمرينا بخدامة دكتورة. سلامتك. خاطرك دكتورة. الله معك. وينك إبراهيم؟ أمر دكتورة. معلش يعني يا ريت تأخده معك. أعوذ بالله، تزعل أمي. بعدين الرسول الكريم قبل الهدية، وأنت أنقذتي حياتي، يعني لو صح حلي أهديكي جوزة حلي بهديكي إياها. معلش، ما في فايدة، ما رح تفهم مهما شرحت لك. نعم؟ شكرا على هديتك الظريفة والله معك. يعني كنت بتمنى يكون اثنين بس هيك النصيب. خاطرك دكتورة. الله معك.
ألو نعم. أهلين ماما. إيه لساتني بالعيادة. بس أنا واقعة بورطة لأول ما لآخر. واحد مريض فقير ما باخد منه مصاري. هدتني أمه نس ناس بقفصه. لا أمه من جبصين. نس ناس عن حاو حقيق. ليكو هون عندي بالعيادة. ما قدرت رجعه. ما بقدر رجعه يا أمي. هدول جماعة درويش وفكرون قاضين غرض. وإذا ما قبلت هديتهم بفكروني شايفة حالي وبيأخذوا على خاطرهم. نعم؟ ما بعرف شو بدي ساوي. نشوفي عندك حل. نعم؟ ايوة صحيح. فكرك اهدي للمحامي الاستاذ خليل. قلتك هذا رفيق بابا وما عم يقبل ياخد منا مصاري. كتير عظيم. هلا بعمل له زيارة وبهديها. الله معك. أهلين وسهلين دكتورة حنان. يا ميت أهلين. الله يسلمك أستاذ خليل. صدقيني كنت بدي اتصل فيكي مشان الدعوة، بس شوفي النصيب. شوفي القلب على القلب. أول ما حطيت إيدي على سماعة التليفون وأزف شوفك قدامي. بس أنا هالمرة مالي جاي مشان الدعوة. بعرف إنه الدعوة بين إيدين أمينة. ولو دكتورة حنان، والدك الله يرحمه صديق عمر. الله يخليك. الحقيقة أنا دائماً معجزتك بطلباتي الكتيرة وحاسة أني مقصرة تجاهك وتجاه المدام. قصدك مشان الزيارات يعني؟ لا قصدي منشان. ليش عم تضحكي دكتورة؟ سلامتك ما في شي. بالله ليش عم تضحكي؟ صدقني ما في شي. تذكرت شغلة صارت معي بالعيادة. المهم يعني أنا دائماً حاسة حالي أني مقصرة بحقك. من أنو ناحية؟ يعني وأرجو أنك تسامحني. بعمري ما تذكرتك بهدية. بعمري ما استحليت لك غرض لا إلك ولا للمدام. يعني بسافر وبروح وبيجي وما بحياتي استحليت لكم غرض. شو هاد دكتورة حنان؟ هلأ هيك نحن متعامل مع بعضنا؟ ليش أنا كمان؟ لما عم اجي اتعالج انا والعيلة عندك عم اقدم لك شي هدية. لا تخجليني دكتورة. ليش هيك عم تعملي معي اليوم؟ ما فيها شي. الهدية عربون محبة لحتى كل ما شفتها قدامك تتذكرنا. لا انت صاير لك شي اليوم. اكيد صاير لك شي. الممرض سعيد معي برا. يا ريت تخليه يفوت الهدية اذا ما بصير سئلة. طيب حاضر. أنسة سعاد خلي الممرض سعيد يدخل. بالله أوف شو هاد؟ قل هو الله أحد. سنجاب؟ لا نسناس. استلطفت وقلت لحالي الهدية لازم تكون غريبة. فعلا غريبة. يعني الناس عادةً بتهدي قداحة ذهب، جرافيت ثقيلة، زازة عطر. بس يا عيب الشوم ما في شي من واجبك. وأنا نازلة على السوق لفت نظري هالنسناس. فظاعة. وبأنو سوق كنتي ماشي؟ بقى بترجاك تقبل هديتي وما تردني خايبة. تشكر يا دكتورة. بس يعني نسناس وين بدنا نروح فيها؟ حطوه على البلكون تتونس فيه المدام. قال تتونس فيه. قال ايه مرتي بتخاف منك خيالها. والولاد رح يحبوه كمان. ايه فعلا فعلا. يا بدون يجننون يا بدون يجننون. يا بدي جن انا. ان شاء الله عجبك. عزبتي حالك. ما كان بدي اسألي عليكي. ولو انت مفضل استاذ خليل. وشو بياكل هذا؟
انت ادرى. انا قصدي انت تجيبي كتالوج تبعه. الحقيقه ما بعرف شو بدي اقول لك. قول استاذ خليل. انا مندهش فعلا، يا ريت تعفيني من هالهديه وبكون ممنون. اعوذ بالله، لا يمكن ترجع بنوم. انت مفضل علينا، شو هالحكي استاذ خليل؟ لا العفو، بس يعني وين بده ينام هاد؟ محل الضيق بسع الف صديق. يا سيدي واحسبه ولد من اولادك. المهم يلا خاطرك سلمي على المدام. تشكر على الهدية اللطيفة أخي خليل، بس شو بدي ساوي فيها؟ أخي أنت ممثل بالتلفزيون ولابد ما تستفيد من حركاته. شوف 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 وشه شو معبر. ما اختلفنا، بس هذا النسناس بده خدامة. طبعا ما في شيء ببلاش، أنت رح تستفيد من حركاته وهو بالتالي بده منك ترعى والطعمة وتصقي. لا وريحته ما تريح جد الخروف مسلوخ. اي مو مشكلة، رش له شوية عطر. شوف 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 هالنظرة الخبيثة ما احلاها. اي افظع ممثل بالتلفزيون ما بجيب هالنظرة الذكية. شوف حجر عينه شلون عم يلمع. اما هي قصة، ولك حبيبي انا طول عمري عزابي لحتى ما اكون مسؤول عن حدا، فشلون جاي هلا اتحملني مسؤولية فوق طاقتي؟ شوف شوف شلون زعل، عرف انه ما بدك ياها من قهر. مو مسألة نهر، المسألة أستاذ خليل أنا بيجيني على البيت ممثلين وممثلات، ومعظم الممثلات أخي بلاني هالاستفادة، خليني إياك يعني ما بدي هالنجاسة ببيتي. بالعكس هذا نظايفي كتير، كل يوم كل يوم كل يوم بيفلي حاله. أنت بتفلي حالك شي؟ لا 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 إيه هذا موسوس كتير، عالطالعة والنازلة بيفلي جسمه وبيستفقد شعره. يعني ما بعرف حيرتني فعلا. ما بدي احيره، فلته بالاوضه وتفرج على نبطاته. فلت لك اياه؟ شو يعني؟ يعني استفيد منه، بجوز يجيك شي دور بالتلفزيون بده نطاط صعبه، بقى اقتبس منه، تعلم، قدامك استاذ ببلاش، يلا بخاطرك. وي 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 استاذ خليل، ما بصير هيك. شو بدي ساوي فيه؟ لو عندي موعد المسرح كمان. فيها حبيبي على الاستفادة. أحسن شيء أخذك على السوق وبيعك. إيه؟ يا دكتورة. أهلين إبراهيم. دكتورة إلك عندي مفاجأة. شو هي بقى؟ امبارح وأنا عم بتفتل بالسوق لقيت لك هدية. أما شو هدية؟ ما فهمت عليك. عدم المؤاخذة يعني بعنا ما فوقنا وتحتنا حتى قدرنا نشتري لك إياها، بس خوش أنت بتستاهلي يعني، وفضلك على رأسنا. دكتورة هلأ بإمكانك حطي على باب الفيلا نسناص من هالطرف.
وناس ناس من هالطرف، يعني على بابك واقف نسنازين.